يا ربي الله يسلمك كله ويسلمك. كبيرة أصلاً. أقدر أشرب شاي، أقدر أشرب جبنة بس. انا شايف كده حاجه من دنيا يا ابني. ايوه والله انا جيت حاجه من دنيا. لا يلا هو بيجمع بالمناسبه انا والله اللي بشوفه من الليله ده الليله ده ده كلام دنيا على ده. يعني انا ما ادري اخليهم يقعدوا برا يتموا كم يوم، اربع خمسه يوم ست يوم دقيقة برا ده ما في بيتنا ده كلام سنة يا عدد. ناس يقولوا لي شنو؟ يقولوا لك شنو ده يالي ما فات بيتنا زيارة لأمي هناك ما لازم يالي نمشي شي بكي دانم مخلي يالي دل فاكين ساعة. لا لا ما فاكين ساعة في ديالي بقارين مومي ومشتاق ليالي خليها قود يومين. أنا بيتفكت معك بنا قلت يالي بقود يومين معلوك أمان مش كده بس أنا مشتاق ليالي دل دير يشوف من البيت ده الليلة تتصرفي تبقى لأمي هسه تليفون ده حاجة بخصك انت. انا كنت بس اقدر اشوف يالي ديو البيت انا دقيقة انت لا تقولي يالي انت متأكد ده ليالي انت لا تقول شنو يا عمر انت لا دو دقيقة انا قلت لك دقيقة ما اسمع كلامي انا قلت لك خليك متأكد ان يالي دي انا احنا اثنين ما شككت في اي كلام الكلام ده كلام ده ما زي ده يا عمر انت قلت شنو انا قلت لك يالي ما يالي انت برا دي انا احنا اثنين انت بابا وانا ماما مالو كمان يا عمر كلام ده ما زي ده لا 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 ما تغير الكلام اصلا لا دو هاليلويا أبو تيه دقيقة كلام من جديد الراحة أنا قلت لك يالا ما يالا جت إذنك ما يالا إيسا برا دي يالا إحنا إثنين إيسا أبوه وأنا أمه ما تزول تجيب يالا برا ما يالا قلت لك إيسا متأكد دي ليالا ما يالا إيسا برا أنا أمه إيسا أبوه فين ما بدي يالا هو برا وصلا لكن ما تشككني في يالا لا أنا ما شككت ولا كلام واضح يا راجل قلت لك ده ما يالا إيسا برا أنا أمه متأكد إن ده يالا ده كلام شنو يا عمر كويس موضوع ده خلاص بس انا بدي تليفوني ذاته تليفوني هنا حتى انا جوال وضع عادي اهلا وقدرت مين وليجا هلا اول مرة اشوفكم في بيتي ما حد يسأل صلاة مرة في بيتك؟ آه كنت أيام طوال في بيتك ولا لا كثير أنا بار بيتك من هنا ومن هنا كل يوم بيتك أنا من ورايا أنا ما في شغل مش؟ هاي طوال أنا عندي في بيتك شغل مش؟ لكن تكلمنا ما خليه يا باشا هاي دخل أنا بني وراك جيت بشغل عارف كلام يعني هذي تبقيت معنا ونحن قاعدين نقوم نعرف أنت تقول في البيت من هذا التعريف يعني طبعا انا اسمي قرويتو قروي اه قرويتو من اولادي انا مالواش من اولادي انا عارف قرويتو انا اسمي لادو واني لادو اه من اولاد السوايا
توايا وايد هاي من قبل البارح حرف الله يا عم توايا انت هو راجل بتاع امورة بتاع امورة ده قبلتين انت جمال وقبل واحد يعني بالذات ما لفق عندك يعني المناطق مرة عظيمة جدا انت دول يعني ما شاء الله يا أخي ولا هذا مشكلة لا انت ايه في السواية انت شو الناس بتعمل عنا دوبي النكر انت عرفت اني عندك نكر ذا ايه دي كنا دائما نادر ما كان نادر الشبران يعني نادر تحكيم لا كروا ريني تعرفت يعني كيف ما دي نادر أقول له مرتين هو وأمور وعجبتي كذا أنا أقول أبو له 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 أ
ريال ده قلب ابو رامون قلب الرحمن في قلبك يا ريال قلب الرحمن في قلبك احنا كده نقعد تحت ايوه يا استاذ عادل يا انكم الكلام اللي هيلو بمفاوضات يا انكم يا انكم جنوب جاي ابو مفاوضات يا انكم كلام بس انت ما جاي تبغى يا انكم يا مفاوضات مرتاح ابونا ما عليك كلام زي ما صح يا عليهم اقول لك زي يقول يا مفاوضات مرتاح يقول لك امور كمان معلش معلش لا 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 يا ولادي خلاص كده اطلع لانه كرهنا حل الكلام ده انت وين يا ابونا انت وين خلاص معليش يعني ده ما تقول في خلاص 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 معليش خلاص جبت بس اللي عندي خلاص في شيء من عندي نظرة خلاص تعرف فضو مرضي قدامي لجنة معليش يا العدو في معليش يعني ده مرة أنا عرفت بكنيسة يا أبو أنا ما قالت تجيني ده مرة تجيت عرفت بكنيسة يا العدو لكن اللي أنت بتعمل فوق ده ما صح يا شوف بس أصر عشان نفهم مظلمة نسيت خلاص انتهى لا أخوها بس أبونا لكن في بيتنا جبلت عصور من فاهم مظلمة ما كلامنا ما كويس لكن أبونا يا عدو تضرب كيف نسيب ما كلام ده انتهى لك بجد؟ معلش يا العدو خلاص خلاص معلش يا أخوان أنا أستعزمكم أنا ماشي خلاص يلا